أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي الفعالية الرمضانية المتميزة مندوس إقامة دبي، وذلك بحضور معالي الفريق محمد المري وسعادة اللواء عوض العويم ومجموعة من الموظفين والموظفات، حيث تهدف الفعالية إضفاء جو من المتعة والفائدة للموظفين والموظفات في الإدارة. ما هي أطول سورة في القرآن الكريم؟ خيار الأول ثبت. جاب صحيح يستاهل. ثبت. نعم. بسم الله. ثبت. ثبت. الإجابة صحيحة. اختاري الآن. عندك 21. سلام يا سلام يا سلام. لبنى ألف مبروك مجوهرات من جوهرة. ألف مبروك ألف مبروك.